برنامج الدلة وانا سوف الله الحالة كلها يسعد وجهه. يا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 الحالة كلها يسعد بجمهوره بمحتوى طرحه متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة في محتوى طرحه متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة ما جدت إلا وأنا سوف. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الدلة. حياك الله يا أبو طارق. حياك الله، هلا بك أستاذ سليمان، يا هلا بكم، يا هلا والله بالأخوة المشاهدين، وإن شاء الله تكون البرنامج إن شاء الله ليلة حلقة حلوة بإذن الله. اليوم شرفنا هنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله إحنا أبد إحنا كلنا واحد هنا وهنا، كلنا فريق واحد. ايش قهوتنا اليوم؟ اليوم قهوتنا مع الاستاذ سالم ان شاء الله بريه. بريه. نعم بريه. زيدوا لنا الهيل. وزيدوا لنا الله صبر قهوه زيدوها هيل. نعم هيل. واليوم ضيوفنا ان شاء الله اليوم يتعلق بهالجلسه هذه، يعني يحبون الرحلات وما الرحلات والخدمات وهذا، واتوقع انه ان شاء الله وهم يستانسون في المكان هذا ان شاء الله. نرحب بضيوفنا مجموعه من الكشافين. اي نعم. من جمعيه الكشافه، تفضلوا يا شباب. حياكم الله يا شباب، تفضلوا. كل سوري سعيد سوري عاد كشاف دوما موسى عادات سر طلعه ثانيه عادات سر. السلام ورحمة الله، حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بالشباب، تفضل الله يحييكم. حياكم الله. طبعا نرحب بفريق الكشاف المتواجد معنا اليوم، يا أهلا بكم يا شباب، استريحوا تفضل. حياكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، يا هلا بك والله أستاذ عادل. الله يرعاك. يا هلا بك. طبعا بداية نبدأ بالأستاذ عادل الراشد، وهو أحد الكشفين القدامى من جمعية الكشاف السعودية، وأيضا هو مفوض العلاقات العامة في الجمعية. حياك الله يا أستاذ عادل. الله يحييك ويبقيك، شرفت بالبرنامج اليوم. وجودك الله يبارك فيك. يا هلا. اليوم عندنا قهوة برية، يعني حقكم شغلكم. لا ما احتاج. برضو نرحب بعبد الله الدوسري، ونرحب بحمد اليحيى. حياك الله يا حمد. الله يحييك. ايضا نرحب الاخ عقيل داود. حياك الله. حياك الله. والاخ عبد الكريم علي. حياك الله. والاخ عبد الله الصالح. حياك الله. يا هلا بكم الله جميعا. يا هلا بالشباب جميعا. استاذ عادل، في البدايه اعطينا نبذه عن مين هم الكشافه. انتم عساكر زي قبل شويه، ما يعني هل تعتبروا قطاع عسكري ولا لا؟ الشغل هذا ما له علاقه بالعسكريه. لا، هو الكشاف اصلا هي نواته وبدايتها كانت من اللورد بادن باول، هو ضابط بريطاني اصلا في الجيش البريطاني، وبعد ما حل التقاعد بدا يكون نواه الكشافه، استفاد من خبرات العسكريه في تكوين مجموعات يعني شبابيه في الحي او في المدينه والقريه، بدا يدربهم على بعض الشغلات اللي استفادها من الجيش، ثم بعد ذلك بدات يعني تتوسع الكشافه يعني وتدخل في البلدان، فمنهم من بدا يطورها ويضيف اليها شغلات كثيره، الى ان يتكون عندنا في الخليج واللي هو منهج خليجي صار له يعني اتجاهات، له بنود، له اهداف، له كذا. لكن الكشافه هم اصلا يعني شباب متطوعين في الاصل، يعني اقدر اقول لكم ناس نذروا انفسهم لخدمه المجتمع بكل فئاته، سواء في يعني قلنا في المجالات الدينيه كالحج والعمره وكذا في خدمه المعتمرين والحجاج، او قلنا في المجال الوطني في المشاركات ومناسبات الوطنيه مثل الاحتفاء باليوم الوطني، كذلك في الرياضية يعني المسابقات، أيضا العلمية والاجتماعية، كل هذه المجالات تخدمها الكشافة. طبعا هي لما بدأها باول. نعم. بدأها أعتقد في واحدة من الحروب وكان يتجسس على. صحيح. الجيش. صحيح. الخصم. أي نعم. وكان يستخدم فيها أطفال. جدا. وبمبادئ عسكرية. أي نعم صحيح. هل هذا ينعكس الآن على طريقة
واسلوب تعامل الكشافه مع قوانينهم وغيرها؟ طبعا كشافه بادن باول تختلف عن الكشافه الحاليه كثير جدا. هي كانت مثلا اهدافها بسيطه، كان اسسها بسيطه، الان تغيرت يعني الان. وطبعا الان لكل بلد لا كشافه الخاصه كالعام يعني في الهدف منها يعني التوجه للبلد، توجه المجتمع طبيعته، كل الان كشافه تختلف، لها قيمها، لها اصولها، لها اسسها. فقدمت الكشافه على المنهج اللي تريده الدوله. جميل. فمنها من يخدم المجال الديني، منهم من يخدم المجال الوطني وغيره. جميل. وحاليا في اجتماعات تصير دوليه على مستوى العالم لجميع اللي هي المراكز الكشافه حول العالم، صحيح؟ اجتماع سنوي تقريبا؟ لا، هي كل فتره يصير في اجتماع. طبعا في شيء خاص بالتجمع العالمي الجامبوري، هذا في تجمع عالمي، في تجمعات للجواله، في تجمعات لمثل مناسبات معينه تخدمها، في التقاء مثلا للشباب، في التقاء مثلا للاعلاميين، التقاء لكنكم يتبعون للكشافه، في تجمعات عالميه وتجمعات اقليميه، وفي تجمعات يعني صح التعبير في الاقليم العربي، الوطن العربي. فيعني هذه لها مناسبات لها يعني. طيب سؤال تبادر ذهني، ايش الفرق بين الكشافه والجوال؟ هو مسماهم عموما كشافه، لكن اذا جينا نتخصص شوي بدينا نقول والله مثلا ان من يعني الموجودين في الجامعات يسمون جواله، والموجودين في المراحل الدراسيه بحسب مسماه. فمن المرحله الثانويه عندنا الشباب في تسمى مرحله المتقدم. طيب انا قبل ما اسال متى تاسس الفريق، ابي مراحل الكشافه اولا، يعني بالابتدائي ايش يسمى، بالمتوسط ايش يسمى، بالثانوي الى الجامعه. المرحله الابتدائيه تنقسم عندنا قسمين. اي نعم. اولى وثاني وثالث ابتدائي يسمون براعم. براعم. ورابع وخامس سادس يسمون اشبال. اشبال. وفي مرحله المتوسط يسمون فتيان. وفي مرحله الثانويه كشاف متقدم. يا سلام. والجامعه جواله. يا سلام. ومن حصل على الشهاده الخشبيه اصبح قائد. ما شاء الله. من حصل على نعم، من حصل على الشهاده الخشبيه اصبح قائد حتى لو كان طالب في الجامعه. طيب فريقكم متى تم تاسيسه؟ والله طبعا نادي جمعيه الكشافه تاسس تقريبا قبل سنتين. لكن الكشافه قديمه من يعني تقريبا من عهد الملك عبد العزيز. انا قصدي اجتماعكم انتم كفرقه وكشافه. تقريبا كنادي الجمعيه تقريبا سنتين. تكونت نواه النادي. وانتم تعرضون خدماتكم ولا هم اللي يجونكم عاده يعني والله ان الان نتبع جمعيه الكشاف، والجمعيه هي المظله الرئيسيه لجميع كشافه المملكه العربيه السعوديه. فيعني ينطوي تحتها كثير من القطاعات، منها وزاره التربيه والتعليم، منها الرئاسه العامه لرعايه الشباب، منها الجامعات، منها القطاع وزاره الصحه، عندنا جميع كل هذه القطاعات تنضوي تحت جمعيه الكشاف. خلينا نسال عبد الله. عبد الله انت كيف تشوف تجربتك في الكشافه؟ كم لك في الكشافه؟ دي خمس سنوات. خمس سنوات الان ما شاء الله، كيف تشوف تجربتك؟ والله متعه. كيف؟ يعني خدمه واجر وفله شباب يعني وجماعه الحمد لله. ايش الاشياء اللي خدمت فيها؟ حج سنتين الحمد لله. ما شاء الله. يوم وطني برضو سنتين. مشاركات تبع جمعية إنسان. ما شاء الله. برضو نوادي صيفية زي الوقت الحالي يعني في الإجازات الصيفية في نوادي نخدمها، علمهم على الكشافة وزي كذا. أنا بجي لاحقا للخدمة الكشافة في الحج، لكن اليوم الوطني إيش برامج الكشافة اللي تسوها؟ حفل يعني لجميع الكشافة عن اليوم الوطني، يعني فيها دورات، فيها يعني نحتفل بتأسيس المملكة، عن التاريخ يعني وزي كذا. وهي عامة للمجتمع ولا فقط لجمعية الكشافة؟ لا، عامة للكشافة بس. كشافة؟ ايه. تقام في؟ تقام كل سنة في يعني مدينة يعني. يعني في مركز مركزكم؟ مركز لا، بمنتزهات يعني. حسب المنطقة اللي بتكون فيها ذا هم بيختارون الموقع. يعني كل مرة في موقع. اي نعم. واخر مرة فين كانت تقريبا؟ الباحة. آخر مرة كانت في الباحة. ما شاء الله. كم مدينة تقريبا انتقلت عليها؟ والله هو كان البداية في الدرعية، كان قال نواة الدولة السعودية الأولى والثانية. هذا عام كم؟ هذا كان عام 1300 تقريبا. ما شاء الله.
ثم بعد ذلك انتقلنا من منها إلى نجران ثم جدة ثم الجوف ثم الباحة، وإن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله قبل الحج بيكون إن شاء الله في حائل. الله يسلمك. معروف ما شاء الله تبارك الله بما حنا في الجلسة هذه، يعني أنا أعرف أن الكشاف مبدع بكل يعني ما شاء الله جميع الأمور الترفيهية يحبها، سواء مسرح إنشاد تقليد أمور هذه. وأستاذ عادل يعني بما أنك أنت يعني أعرف خبرة فيها، يعني كيف تكتشفون هالمواهب هذه؟ والله هو الكشافة ميزتها أنها يعني شغالة على برامج كثيرة ومناهج كثيرة. الكشافة أول ما ينضم للكشافة قد يكون مهما كان كل إنسان لا يخلو من موهبة، فهذه الموهبة تسقل. يعني إذا فاتت علينا أنه متميز في الرياضة لا تفوت علينا أنه متميز من ناحية اجتماعية والخدمة والخدمة، وإن فاتنا في هذه ما تفوتنا في المشاركة في المسرح، وإذا كان فات على هذه ما يفوتنا صوت مميز فينتقل في النشيد، ولو فات هذا ولا هذه قد يتميز في القيادة، قد ما يعني يكون ما شاء الله مميز في القيادة، وإذا فاتت هذه ولا هذه أيضا ما نفيد يعني تفوت في شغلات ثانية في برامج علمية. حلو. بما ان يعني على قولت من النشيد ما شاء الله متميزين الاخوان عقيل وعبد الكريم وعبد الله عبد الرحمن، نبغى صيحه منكم. يعني صيحه عندنا صيحه جماعيه حلو نقدمها اولا بعدين بعدها صيحه فرديه. تفضل. خلنا نسمع صيحه جماعيه. في اشاره تبداوا فيها ولا شوف كلهم يطالعوا في بعض شكلهم متفاهمين. يا ما شاء الله عليك. تفضل. لا 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 شد الرحال وهيا معنا هات الحقائب هات الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال وإلى العلا تعلو الجبال نمشي ونمشي وزاد قليل نعلو ونختفي بين الغضاب طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب لكننا نهوى الصعاب في الصبح نصحو بصوت الكناري في الليل النجم نعم الصديق نشعل نارا وننشد لحنا يهدي لنا النجم أحلى بريق يهدي لنا النجم أحلى بريق صفقة تشفيات دي. حلو. حافظها. أنا حافظها. شكلك لك خبرة في الكشاف. بمني أنا بالمدرسة والتعليم عندي عارفين الوضع. لا ما شاء الله تبارك الله أنا أحب صراحة الكشاف أحبها والله، يعني صراحة فيها ما شاء الله همة وفيها نشاط وعندهم قواعد الكشاف اللي هي ممكن كم سبعة ولا يسمونها أي القاعدة قانون الكشاف على البنود يعني قانون الكشاف يعني ما حمد شاركت في الحج؟ باقي ما شاركت. إيش تسمع عن الحج؟ كويس إنك ما شاركت. أكيد كويس. أول شيء فيه أجر ويعني في نفس الوقت يعني تخدم حجاج الله وهذا أكبر يعني فضل وتستمتع مع الشباب وزي كذا وحفل سمر وحركات يعني إبداع زي ما يقولون. يحج الشباب ولا؟ أكيد في يعطون فرص إنهم يحجون ومنها وسع صدر وكلاف. يا أخي أنا أحس إن في واحد منهم مقلد من هالثلاثة دول. يعني ممثل يا مقلد ما ادري. حمد والله والله حمد حمد تقلد اصوات شخصيات والله ما يعني ما اقدر افيد لنا في المسرح يعني ايوه هم يقولون حمد المسرح انا قلنا لهم انتم قالوا حمد انا والله مو ممثل يعني بس يعني زي ما اقول يعني عندي خلفيات عن المسرح بس اقلد وزي كذا ما عندي ممكن اطلع لك يعني برنامج حق مسابقات العاب تقديم يعني ممكن بس اني اقلد ما شاركت في مسارح طيب سابقا والله طبعا مع المدرسه والحمد لله يعني زي ما تقول عندي فرقه اسمها نجوم الترفيه حاليا ما شاء الله ما شاء الله تبارك
ايش اخر مسرحيات الجوال والكشافة؟ نحن يعني نعرف مسرحيات الجوال زمان كانت يعني حضور فيها قمة في الازدحام، مجموعة من النجوم اللي بعضهم معانا مذيعين الان في القناة مخرجنا كانوا في ايش اسمه في الجوالة، بداياتهم في الجوالة. ايش اخر اشياء اللي والله هو الكشافة ما لها يعني مسرح محدد، لكن على مستوى المشاركات او البرامج يصير فيها حفلات السمر، وهذه طبعا تكون مسؤولية كل فرقة سواء بمناوبة يوميا او على حسب الوقت المتاح لها ان تقدم ما عندها. فمن هنا يبرز عندنا نجوم يعني مقلدين مسرحيين والله مثلا منشدين اصوات، لكن الان حاليا ما عندنا برامج يعني يصير مسرح خاص، اللهم عن طريق مثل الجوال هذا يعني قطع خاص يعني لكن تحت الجمعية لكن قطع خاص يعني يقومون مثلا كل سنة الجوالة في الملك سعود تقيم لها مسرح الخاص، وعلى ما اعتقد ما زال مستمر. اكيد ما في شك. لكن الكشافة تقريبا ما لكم شيء لا. يعني لا شيء خاص لا مالنا، لان اصلا جمعية الكشافة هذه خلنا نقول الام لجميع القطاعات النواتج. اي نعم. انا احس فيه احد من الاخوة جازوه يعني عقاب عدم الكشافة، معروف ان الكشافة يعني صراحة عندهم عقاب صارم يا استاذ. الضحكة هنا بين عليه. انا اتوقع ان احدهم يا انه خلوه ثابت برده عقاب ومقلب فيه ايوه. انا ودي زي هذا. تفضل يا عقيل. كان في معسكر اللي طالعينا الاخير هذا برمر. نعم. قلنا في الطهي نصلح الرز. ايوه تطبخون. ايه عليكم الدور. ايه ايوه. الشباب مدخلين الغاز لي الغاز. ايه عندنا نفس الخيمه وانا كنت نايم. اها ما ادري وش انفصل اللي حق الغاز، وعد معنا واحد اسوي كذا انا ابي اطلع من حاش. قمت مرتع جنبي الخيمه في نار هي. ايه ايوه افك الحبل حق الخيمه ابي احفر 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 ابغى اطلع. بيض مسجون ايه بيحفر ملخم يعني انا. ايوه روعه. انت كنت نايم. ايه نايم قمت الدنيا نار عندك. بعدهم وهم خايفين يضحكون سبحان الله عاد هي طفحت عاد من حالها طفحت. ايه ما نمت يوم كامل. روعه روعه الموقف يعني. ايه نايم في خيمه ثانيه طلعت هذه. طيب جازيت. طيب ها جازيت لا عادي سامح الله يسامح. ايوه فعلا ترى استاذ سليمان يعني المجازات والله عندهم عقاب صارم صح لا استاذ عادل؟ والله الصرامه ما يعني لا نستخدم العقاب الصارم الا في شغله يعني تكون يعني في ايذاء الاخرين يعني. اما لكن عموما العقاب مو الاساس عندنا. بالعكس مثلا العقاب عندنا مثل حرمان من المشاركه حرمان من كذا، اما العقوبه البدنيه أنا مرفوض أصلا نهائيا. أنا قصدي يعني مثل ما هو يعني نقول عقاب صحيح إيه، لكن مثلا وقوف مثلا عند السارية مثلا يحرم المشاركة هذه تحصل إذا يعني أخطأ على زميله أو كذا نستخدم هذا العقاب، لكن الأصل العقاب البدني نرفضه لأن ما يعني شلي لا تحمد عقباها ما نبغاها أبدا. طب صراحة إيش أسوأ عقاب قد سويته؟ أو أنت أخذته؟ والله لا انا ما العقابين كثير يعني اخذنا البطه اخذنا الزحف يعني هذه كلها تاخذ الوضع اي نعم اي هذا البشم هذا الضغط هذا اي هذا زي الحلاوه ناخذه يعني. لكن يعني الكشاف لا تخلو من المرح والدعابه والمقالب والاشياء هذه اللي محليها يعني. انت لما تطلع بناس معسكر لمده 10 ايام اي نعم لا بد المواقف الطريفه والتعليق يعني هذه اشياء ضروريه يعني. يصير يا احيانا استاذ سلمان يعني احيانا مثل هجم مثل هناك مخيم استاذ عادل مخيم مثل عقيد ينقص الملح وهذا يصير يعني عرف سكر يبون تمر يبون لا والله هذا شيء طبيعي لكن كله برياحية يعني ممكن لو نقص عندك شيء تروح والله من الجماعة يعطونك هم يفيدونك أنت تفيدهم تبادل تجاري ما في مشكلة. حالاته يطبخ بدون ملح كمان والله ضروري لا بعد ان قبل ما نطبخ الفطور كان اللي حقنا يعني كويس وفي طليعة ثانية اللي حقهم يعني شوية خربان يعني ضعيف خذ عاد ان بعض النايمين بعض المسؤولين في الطهي يعني قد يجهزون ما ادري لهم جاء واحد خش الخيام وخذ اللي وحطه عندهم وجاب ليهم يعني التعبان وحطه عندنا واللي التعبان هذا صار فيه الموقف حقي اللي صار مو الحرق قاعد تحفر
الحفرة هذه أنا ما أدري كيف حصلت أصلاً. هو من الروعة ما عاد راح ترك الباب راح يحفر في الأرض يبغى يطلع من تحت الخيمة. كيف تستفيدوا عادة من فرق زي فرقتكم هذه في تنظيم حفلات أو في حتى مساعدة في بعض الإيفنتات اللي تصير؟ والله الكشافة مثلها زي أي قطاع رسمي، فمشاركة الكشافة في أي برنامج تحتاج إلى موافقة، هذا بلا شك في أي برنامج، وأي كشافة لابد أن يكون يتبعون لقطاع سواء التربية والتعليم أو يتبعون جمعية كشافة مباشرة أو حتى في الجوالة. فمشاركات هذه مبنية على موافقات رسمية، يعني إيش دور الكشافة اللي بيقدمونه، إيش الأعمال اللي بيقومونه. يعني الحمد لله أعمال الكشافة كلها مشرفة، يعني الآن الحمد لله عندنا مجموعة متطوعة مع الهلال الأحمر أخذوا دورات ومتأهلين، عندنا مجموعة في الدفاع المدني متطوعين، يعني في حال مثلا لا سمح الله الكوارث أو الأشياء السيول الأخيرة هذه يتصلون على أرقام الشباب الكشاف ويشاركون مع الدفاع المدني. يعني هذه المشاركات اللي نقدمها. الآن في الصيف إيش عندكم؟ والله هذه طبعا في البرامج الآن في أكثر من خصوصا الأماكن السياحية زي جدة والدمام فيها فرق كشفية تشارك في تنظيم الحفل، تقدم برامج كشفية. الآن المراكز الصيفية أو الأندية الصيفية الآن فيها مسارات كشفية عندهم، بالإضافة إلى يعني في وجود فرقة كاملة داخل المدرسة. خلينا نسمع شيء والله ليش من الشباب. عبد الكريم، عبد الكريم سمعنا حاجة. سمعنا شودة هي جنة للمنشد محمود الخضر. جميل ما شاء الله. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله مبدع ما شاء الله تبارك الله. لك نتاج الشرطة ولا شاركت في مهرجان الشاهد ولا شيء؟ لا بس مسابقات كذا في المدرسة شارك فيها. ما شاء الله. ولك نشيد خاص فيك؟ لا لا لسه. نبي عبد الكريم يا حبيب، أبرز الصيحات الكشفية. والله من أبرز الصيحات الكشفية اللي سمعتوها قبل شوي طبعا عندنا فرقتنا نحن، حمد طبعا المسؤول منها تقدر تسألوها عنها. حمد إيش أبرز الصيحات الكشفية؟ وطبعا الصيحات يعني كل فرقة يعني زي ما تقول اختراعات أو كذا، يعني في الباص لازم الواحد يعني زي ما تقول صيحات شبابية وفلة وناسة، ممكن كذا جالسين واحد يقول الله أنا عندي صيحة ويبدأ والشباب يشيلوها معها. الصيحة قريبة من الشيلة زي ما يقولون، يعني في الباص ووقت العمرة ووقت الرحلات ووقت المشي ووقت المعسكرات لازم كل فرقة تكون مجهزة صيحة، والصيحة هذه تميزك عن البقية، يعني أنت كنت مختلفة ما تكون نفس الشكل. خلني أسأل عبد الله، قلت إنك شاركت في الحج، إيش طبيعة مشاركتكم في الحج؟ خدمة الحجاج تايهين، يعني في إنه يكون قبلها بأسبوع يكون جايين قبل الحجاج، نأخذ مسح عن منطقة تكون طبعا الفرق كشفية مقسمة مناطق، نأخذ مسح قبلها بأسبوع فرضا، وبعدها إذا جاء الحجاج في مكتب إرشاد شفتها طبعا في كل فرقة شفت عندها تقريبا 4 ساعات إلى 5، إذا جونا نأخذ الصور حقتهم والبطاقة ونشوف الخريطة
وديهم المخيم حقهم يعني التايهين. طبعا يجيكم حجاج ما يتكلم عربي ويجيكم ايوه يعني اذا ما تكلم عربي نشوفه بطاقته يعني على طول ما شاء الله ايه بطاقة هو اصلا على طول اذا شافك كنا شايف الجنة يعني صير فيها يعني مواقف طريفة حصل لك احيانا يعني والله مو مواقف طريفة الا مواقف تمثيلية والله يعني كذا موقف حسين برضو نجانا يعني جانا واحد خلاص يعني يقول لي يومين انا ادور يا الله يعني حتى مسألة انه ما ندري وانا بطاقته برضو ضايعة ما ندري وانا يعني يكون فنودي للهلال الاحمر يسعفونه بعدين نشوف يعني حل ما. طيب كم سنة شاركت في الحج؟ سنتين ايوه كل سنة نفس النظام تجوا قبلها بعشر ايام تمسحوا المكان بمعنى انكم تمشوا في جميع مناطق الحج صحيح. وتعرفوها وتحفظوها نحفظها ليش لأنه يكون كل منطقة فيها واحد إذا أخذنا المسح وجينا عنده يختم لنا ثم نوديه وفي تنافس بين الفرق يعني يعني أسرع فرقة يعني لازم نرجع كل بونا يعني دفعة واحدة ونروح دفعة واحدة مو بواحد واحد يروح يرجع لا لازم كلنا طيب بصراحة الدورات اللي تأخذوها بالكشافة استفدت منها في الحج يعني مثلا تأخذ انتو الربطات النار الاشياء النار هذه كثير نستخدمها في الطهي اغلب شيء يعني نجمية بس تستخدم هذه الدورات المهارات اللي تاخذوها في الحج ليش الحج لا ما نستخدم الحبال ما نستخدمها انا تكون فيها نكون مخيمات يعني جاهزة يعني تبع الحج يعني مو اما في اليوم الوطني لا نستخدم لازم تكون قدام المعسكر حقك بوابة تكون فيها تميز المعسكر عن المعسكر الثاني انا ودي اسال عبد الرحمن الصالح عبد الرحمن انا الحين ابغى اصير بالكشاف وش صفاتي حتى اكون كشاف اهم شيء لازم تحفظ المواد الكشفي نعم والقانون الكشفي 10 بنود اللي هي المؤدب تكون مؤدب وتكون صادق تكون نظيف تكون مقتصد تكون باش وكثيرة يعني 10 بنود هي 10 اشياء صحيح ايش هي كثيرة كل واحد لا العشرة ايش هي العشرة اللي هي طبعا يكون الكشاف مخلص مطيع باش نظيف صادق رفيق بالحيوان مؤدب مقتصد بقي حبتين يا شباب يلا اسعفون صادق قلنا صادق صادق هي اصلا بالاساس تكون صفات يعني تكون موجوده في الكشاف نفسه يعني مو لازم واحد يرتبها ويعدها طيب ما في احد سوى صيحه على هذا جمعهن مثلا يقول صادق شو ايش وكذا وكذا هذه فكره جديده والله فكره جديده تصدق اكيد موجوده طبعا هو الان الصيحات هو في فرق بين انا فرق بين النشيد والصيحه اي نعم اكيد اي لان النشيد هو اللي فيه قافيه وفيه كذا وفيه مرتب وذا زي اللي اكثر الان اللي تسمعونه اناشيد لكن الصيحات اللي تكون سريعه تكون ايقاعها مثلا سريع تكون تكرار الكلام ترديد هذا هي اللي المشهوره فيها الكشافه حتى نختلف عن المنشدين الاخرين زي مثلا صيحه مثلا نون 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 على شين شين على كاف هذه تسمى صيحه صيح. او مثلا تحيه مثلا كذا قوله قوله قول ايش قال كلمه معقوله هذه تسمى صيحات اما النشيد اللي كله قافيه وترديد وكذا انا على طاري هذا في صيحه الاستاذ الله يذكره بالخير نذكره الاستاذ بندر السبيعي معروف يعني ابو عبد الله له شيله حلوه اللي يقول صب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا صب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا ترى الربع ما يدانونا يا ونتي ونت الكشاف يا ونتي يوم القيادة يجازونا الله يذكر بالخير عبد الله يوم نمسى عليه بالخير إذا كان يتابعنا ونعطيه تحية خاصة من هنا نبغى نشوف إيش الأشياء اللي تسوى استعد السريح والإعاز أول شيء إيش معانيها وإيش هي طبعا هذه الإعازات للتنظيم يعني السير طريقة الكشاف يمشي بطريقة منظمة يعني ما عندنا طريقة عشوائية خروج وكذا لا يعني سواء من انتقالهم من موقع إلى موقع مكان إلى مكان في الكشاف عنده لازم يكون في سير منظم وخروج مثلا طريقة منظمة فطبعا الأصل زي ما سمعتوا الصافرة في البداية هذه الصافرة لها معاني عند الكشافة طبعا
الصفر الطويلة هذه معنى انتباه. انتباه. فالكشاف أول ما يسمع صفر طويلة ينتبه يشوف إيش. مع الصفير ممكن تسوي. أي موجودة الصافرة. يعني عطنا نماذج. أي هذه اللي صافرة الانتباه. انتبه. هذا معنى انتبه وشوف إيش اللي بعدها. الصافرات القصيرة لها معاني. إذا كانت واحدة قصيرة فمعناها فقط المطلوب حضور قائد الدوري أو عارف الدوري أو فقط هو المسؤول. صفرها. أي نعم. هذا فقط يجي عارف الدوري فقط أو الدوري اللي هو الدوري هو المسؤول الآن عن حلقة الوصل ما بين القيادة وما بين الكشافين. فالآن هذا يجي عارف الدوري يقول ها كيف ماشي البرنامج كويس في احتياجات في شيء ناقص وجه الطليعة كذا ترى مجموعة هذا هو الحلقة هذا هو الدوري المسؤول. جميل. أو في عندنا الصابرة الطويلة وثنتين انتباه هذا يحضرون عرفاء الطلاع فقط. تي تي اللي أيوة بالطريقة هذه فقط عرفاء الطلاع يصير في لقاء اجتماع توجيه تنبيه. الصافرة الثالثة اللي بالطريقة هذه هذه العموم كل اللي في المعسكر يحضرون. جميل. اي طبعا عاد عندنا ثانية اللي مثلا لو فعلا الجمعة تاهم تبغى تفرقهم فبالطريقة هاي معناها انصرف كما كنت كل واحد يرجع لنا العمل زي حلت الحكم تيت تيت اي بس انه عارف قال انه اطول لنا تعرف الحين يصير مجموعة كثير. عندنا ايضا خطر لو كنت مثلا في الخلا وفي البر وداهمنا اسد. نعم. اسد في السعودية صعبة لكن لا جانا اليوم لا جاك والله اجل هذا كان المفروض يجينا ابو عبد الرحمن تصفر له اياها هذه مثلا لو جاء اسد او لا سمح الله والله تشوفه برا الصراحة لو صحي مثلا واحد في الليل واكتشف ان في السيل جاي مثلا فصعب انك تمر على المخيمات وتفزعهم بالطريق عن طريقة كشفية توقف في نص المخيم مثلا والصافرة هذه هذه معناها خطأ الخطر القادم الخطأ السيل القادم يعني كل واحد الان او حتى اشياء من يعني اشياء ممكن نشوفها حريق ثعبان اي شيء مثلا تنبيه حتى يعرفون وين طبعا اذا سمعت الصافرة تتجه لها. طيب هاللحظة يعني مثلا يعني فيه مناوب او مستلمين هاللحظة يعني مثل نعم بالليل يعني نعم فيه اللي ما هذا عندنا شيء بكشاف اسمه الحراسات الليلية. ايوه. طيب ممكن نشوف استعد واستريح نشوفها قدامنا هنا هنا ايوه قد يكون مكان ضيق لكن نقدر نعطيكم على واحد شخص واحد على شخص واحد اللي تنزل ما عندكم اختار او اثنين او ثلاثة اللي تشوفوا يعني لو تبيهم كلهم هنا كذا وقدامنا الكاميرا. طيب الكاميرا قدامك كذا خلك عبد الله قدام وصير اثنين يمين اثنين لا الكاميرا خلكم هنا ايوه عشان نشوفكم الكاميرا عبد الله خلك قدام. طيب اثنين يمين اثنين يسار لا عبد الله خلك قدام هيك كانك عارف. حلو. طيب يا عزات هنزيد اي خذ يا عزات الكل استريح استريح الحين ايش معناته؟ طبعا هو في البداية اصلا بعد سماع الصافرة يجي الكشاف في حال استعداد مستعد يعني ثابت يمد يديه الارجل شبه مضمومة وجهه الى الامام مستعد. جميل. ثابت بعد ما يحضرون الكشافة يبدأ الان العريف الاول او القائد يعطيهم اللي الراحة استريح يريحون. فهنا في المجال يصير فيه كلام يتكلم يناقش ياخذ ممكن يعني يتحرك ممكن يلتفت ممكن يتحرك ياخذ قلم يسحب ذا يرد على جو اي شيء. طيب لكن اذا قال استعد فمعناه خلاص يثبت لا يتكلم ولا يسوي اي شيء ولا يتحرك نهائيا. طيب استعد ايه كل استعد الحين لو جاء واحد صايب الكف مثلا اي نعم مثلا في حال الاستعداد ابدا طبعا ما اسوي له شيء ابدا ابدا ابدا, أبداً. ولا واحد دغدغه ابدا لو سوي لك ذا لو ضحك طبعا هذا شيء خارج على الاراده لو ضحك طبعا في موجود العريف يجازيه اي نعم يجازيه وللمعلوميه انت الان لو جيت وقلت له مستريح استعد ما يردون عليك لازم انا عشان كذا قبل شوي طنشاني الان ليش انا الان اللي ماسكهم واحد عبد الله هو المسؤول يعني انا لو جيت الان قلت له مستريح استعد ما ياخذون مني. طب انت قائد عبد الله حتى لو كنت انا قائد عندنا ما يسمع اللي فوقهم عندنا صحة تدرج قيادي لكن انا ما اقدر اجي وادخل على عبد الله تقول له مستعد استريح اي ما اقدر اقول والله الا اذا انا مثلا جيت جيت انا عنده وقلت له هذا الشباب فهو يحييني وتفضل فاجي انا استلم الان كالشابين استريح استعد. جميل. او انه في التدريب لو كان في التدريب اقول لعبد الله لا لحظه شوي فاجي انا اوجههم لكن يجي يعني قائد واقف او عريف اجي واخذ الطليع اقول استريح اتركه عبد الله وتعال هذا النظام هذا ما يمشي. حلو. جميل. طيب وايش بعدين
تقولوا كشاف دوم مستعد. اي الان في هذه الان الراحه هذا عد. ايش عد؟ هذا عد يعني كانه تجهيز للضرب الرجل في حال استعداد كحركه يعني كويسه وتميز. عد طبعا يرفع اليدين من الخلف الى منتصف الظهر، يبرز الصدر، يرفع الراس، بعدين نجي لعاز. كشاف دوما مستعد. جميل جميل. طيب وش التحية الكشفية؟ التحية طبعا اللي هي ال طيب استريح الشباب. طيب الان عبد الله كما كنت تصرف؟ كما كنت. انا بهم يسوونه قبل. اي ما هي مشكلة. تحية؟ اي تحية كشفية. ونحن جالسين بس. كيف ايش هي التحية الكشفية؟ التحية الكشفية هي نوع من الاحترام طبعا تصرف في من الكشافين للأعلى رتبة. وأيضا في المناسبات الكشفية. ايضا في مثلا استلام مثلا الدرع او تكريم وكذا، فتحيي مثلا الشخص اللي كرمك. هي كذا، هي طبعا يضم ال شو اسمه الاصبع الصغير مع الابهام. كذا بالطريقه هذه. ايوه الابهام مع الخنصر. ايوه مع الخنصر بالطريقه هذه، يصير هذه بارز وهذه في الاعلى. هذه تحيي مثلا القائد اللي على منك، تحيي مثلا الشخصيه الاعتباريه او المسؤول. ايش معنى ثلاثه؟ هي طبعا عندنا هذه تذكر الكشاف بثلاثة أمور. أيه؟ الواجب نحو الله. هذه. نعم. أيوة. ثم الواجب نحو الذات. الذات. أي ثم الواجب نحو الآخرين. الله الذات الآخرين. نعم. هذه يعني تذكير بالوعد إن اللي قطعه أعدوا بنبذل غاية جهدي فيما يجب عليه نحو الله ثم الملك ثم الوطن. فهذه الآن تذكير بالوعد اللي عليه يتذكره، ومنهم أيضا من يقول الله ثم الملك والوطن تذكير به، لكن هي أيضا في الوعد تمثل هذه. الواجب نحو الله، الواجب نحو الذات، الواجب نحو الآخرين. جميل. الحين جميع الشباب متقنين المهارات الأساسية مثل النار، مثل استخدام الحبال، صحيح؟ اي طبعا. ايش ابرز الاشياء لو يذكرون الشباب، بنسمع من الشباب اكثر، ايش ابرز المهارات اللي ممكن تكونوا اتقنتوها في الحبال، في النار، في اي شيء ثاني؟ في الوتدية، الربطات، في الوتدية. ايش استخدام الوتدية في ايش يعني؟ معكم حبل؟ والله يا ليت لو عندكم حبل شرحنا لكم نماذج عن قول سريعة يعني. خلينا لو في يا شباب حبل ممكن تعطونا. طيب ايش الربط الوتدية مثلا تستخدم في ايش؟ الوتدية هي ربط الحبل بشيء ثابت، بوتد او عمود او اي شيء، لكن لها طريقة معينة انك تربطها في نفس الوقت تستطيع انك تفك الذب بسهولة. فهي دائما تربط، ونستخدمها دائما الوتدية في الخيم، ربط حبل الخيمة مع الوتد بطريقة معينة، وسهولة الشد وسهولة ايضا اذا انها تكون مشدودة وقوية. نعم. وفي نفس الوقت كل ما شدت كل ما مسكت اكثر في نفس وكل الوقت فكها يكون. نعم. اسهل. ايوه فكها يصير سهل على الكشاف في نهاية المخيم. جميل. ايش كمان غير الوتدية؟ في المربعية، وفي طبعا كل شيء عنده استخدام خاص. اي نحن نستفيد، يقول لك الكشاف بدون خشب وحبل مو كشاف. يا سلام. تستفيد خشب من خشب وحبل. هذا ضروري. خشب وحبل لازم انك انت تكون مع خشب وحبل عشان تكون كشاف. مثلا طلعت في الخلاء او في مثلا منطقة يعني مهجورة زي ما يقولون، كيف انك تساعد نفسك بالحبل والعصا؟ يعني ممكن انك تسوي سرير، ممكن تسوي حرم يعني يحميك من المفترسات، ممكن تسوي نار، تقدر مثلا يوم الصياد تسوي يعني انواع النيران اللي هي هرميه والصياد يعني الى اخره انواع النيران. انت تستفيد منها، مو بشرط انك تكون كشاف تستفيد من هذه الحاجات. ممكن سالم تعطينا شويه حطب يورونا انواع النيران. بعد انا عندي سؤال صفة النيران. انا الحين عندي دائما دوم انا اتابع هال الشعار هذا يعني له مفهوم، مثلا هذا السماء والاصفر ممكن استاذ عادل تشرحها لنا؟ اي طبعا. هذا الشعار جمعيه الكشافه. حلو. طبعا عندنا يرمز فيه طبعا الدائره الكبيره اللي يسمونها الدائره العالميه تربط كشاف العالم فيما بعضهم، اللي هذه اي تنتهي بالعقده الأخيرة. اللي هي الافقيه. وهي الاشهر عقده عندنا هي ربط حبل بحبل. ايضا عندنا الدائره الداخليه هي ترمز الى علاقه الكشاف باخيه الكشاف. عندنا ايضا عندنا النخله هي رمز العطاء والنماء. عندنا العشر هذه السعف. نعم. هذه تذكر الكشاف
بالبنود الكشفية العشرة. العشرة. والبيان الأسود. وإي نعم هل طبعا الخيمة مميز الأصالة العربية والأصل العربي. هذا شعار هذا الشعار بشكل عام. يعني. هذا هذا شعار الكشافة طبعا السماء الزرقاء دل على صفاء المملكة والأرض مثلا أيضا الطبيعة الصحراوية اللون الأصفر. حلو. هذه تقريبا أبرزها وأيضا تكون نخلة متقاطعة وكان بشكل أوضح تدل على ترابط الكشاف مع بعضهم. النخلة نفسها متقاطعة. اللي النخلة هذه نفس الجذع فيها المتشابكة مع بعض تدل على الترابط. نفس النخلة. يعني. نفس جذع النخلة فيها خطوط بس إنها يمكن الشعار يحتاج إلى لوجو واضح. لو في واحد الآن حاب ينضم للكشافة من المشاهدين الآن شافكم وقال بنضم للكشافة. ولا بد أي واحد يكون يعني أنت من أي جهة إن كان طالب فقدامها المدرسة يلتحق بالفرقة الموجودة. وإذا كان تابع للجوالة فعندها العشار الجوالة في الجامعات كل جامعة عندها عشار جوالة. إذا كان تابع الرئاسة العامة في كل الأندية أيضا عندها فرق تقريبا بعض الأندية عندها فرق كشفية. أسلم. إذا بغيت حتى يعني المعاهد الصحية عندها فرق كشفية. الأحياء لو كان لا ينتمي هنا ولا هنا أيضا عنده مراكز الأحياء عندها فرق كشفية اللي يسمون الفرق الأهلية. يعني الآن إيه لو واحد مثلا في لجنة التنمية الاجتماعية بأي حي أو مثلا اللي هي يسمونها مراكز الأحياء أيضا موجود يستطيع أنه ينضم يعني ما يحتاج أنه يكون تابع مثلا قطع معين هذه تسمى فرق أهلية أيضا تابعة لجمعية الكشافة. جميل جميل. طيب نحن جبنا لكم شوية حطب نبغى نشوف واحد من الشباب أو أستاذ عادل أي ممكن أي واحد من الشباب يسوي لنا طبعا أشهر النيران عندنا الهرمية في دائما بداية في حطب بداية زيادة النيران. في جيب جيب أي. يلا مين حبي يورينا بس تسحب الحطب على الفرشة اللي بعدها خليها في اللي هناك تصير أوضح و... شل نوري بس خلوك. أيوة يا سلام هذه أي واحدة حتسوي لنا هذه الهرمية والهرمية عادة تستخدم في إيش طبعا هذه إنقاذ كيف إنقاذ طبعا إذا كنت في الصحراء دخانها يرتفع فوق شعلتها أعلى يعني عمودي يطلع جميل جميل طبعا هذا تصير شعلتها أعلى تستخدم في حفلات السمر أيضا في الاحتياج لإنقاذ وكذا فإنك ترفع النار حتى تسبب لك دخان وتصير أيضا مساعدة من وين النار من الأسفل طبعا هذه طبعا نموذج عالي هذا نموذج عالي لكن نقدر أيضا في البداية تكون بعواد صغيرة على شكل هرم ايوه تولع النار كلها لكن هذه دائما بداية اكثر النيران تكون هرم لكن ليس بالشكل الكبير هذا انه شكل نموذج صغير تولع ثم تبدا تولع النيران جميل جميل هذه بشكل عام كذا هذه هرم شكل هرم طيب ممكن نشوفها بس عن الكاميرا شوي شباب تبعدوا عن الكاميرا خلها شعر جميل ايش في كمان شيء اضافي ايضا عندنا النجمية نجمية خلينا نشوف النجمية يعني هذه استفاد منها أهل البر والمكشاف اي نعم هذا انا صراحة استفدت من هذه والله شب النار وطلعت البر هذه حلوة ايضا بس النجمية من هذه لها انارة يعني تصير عالية حتى بحفلات سمر تضيء المخيم افضل النجمية اما النجمية لا طبعا النجمية من افضل النيران من ناحية الاقتصاد وايضا للحراسة او للجمر يعني الحراسة يحتاجون نار ولكن اذا طويل فابعا كل ما تاكلت النار مثلا يدف الحطب الى جوه ما تشتعل بسرعه لا هذه اقتصاديه جدا ومفيده في حفلات مفيده في الحراسات الليليه وتاخر يعني اقتصاديه جدا جميل ايش كمان في غيرها؟ ايضا عندنا النوع الثالث اللي هو المتقاطعه اي لكن هذه ميزتها انها تعطي نار شديدة تستفاد في الطبخ ونضج الطعام لكن مشكلتها أنها تتأكل بسرعة أيوة اللي اسمها إيش اللي متقاطعة أي هذه هذه اللي حطوا واحدة فوق الثانية لا أيوة هذه متقاطعة هذه إيش ميزتها الرئيسية ليش استخدموها في الطبخ هذه في الطبخ اللي تنضج الطعام خصوصا زي اللحم وما اللحم يحتاج نار قوية لو نار هادية تجلس فترة طويلة لكن هذه بالنسبة يعني هذه نارها تكون جدا تكون شديدة النار هنا حامية جدا جدا شديدة لأن الحطب يعني متراكمة اسمها هذه المتقاطعة إذا أخذنا الهرمية ثم النجمية هرمية نجمية ومتقاطعة هذه أشهر النيران لوحدها عندنا أشياء ثانية لكنها يعني تدخل في نسميها المواقد أيوة. اللي عندنا الصيادية والخندقية وعندنا المتعاكسة اللي تكون الحطب جاي في جهة تحمي مثلا الرياح من الرياح وتكون نارك في الجهة المقابلة لها وعند الخندقية لأن حفر حفرة في الأرض وتضع مثلا حجارة على اليمين على اليسار حتى ما يعني ينهدم عليها الرمل وتستطيع تستفيد منها طيب خلينا نسمع شيء من الشباب منا سمعونا طيب
صيحة سريعة كذا. يلا صيحة أو نشيد أو. تضيق فيني دنيتي وتعنى ويزيد حزني لا طر اليوم طاري. كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح وعجزت ألاقيه. يا صاحبي أذر خفوق انت عنا بعدكم ذاق الألم في حياته. قدرك عزيز وبعد فقدك عرفته. يا رب عيد الوصل باللي أحبه. أحن للماضي وروعة سنينا واذكر حياتي في وصالة وقربة. والله ما انسى ولا يمكن انسى ايامه الحلوة معي او ليالي. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نعرف الشباب ابرز النشاطات اللي شاركوا فيها الشباب جميعا. والله طبعا في المعسكرات. المعسكرات في اذا بغينا نطلع معسكر مثلا في عندنا المعسكر الدائم واخر معسكر كان في ظلمة. طبعا عندنا بعد رمضان اليوم الوطني وخدمة الحجاج. هذه النشاطات اللي دائما نشارك فيها. جميل. ايش ابرز النشاطات؟ في المراكز الصيفية نساهم في المراكز وتدريب الناس من حيث يعني انهم يعني يجون يصيرون كشافين في وقت من اوقات وكذا. جميل. والله انا عندنا غير يعني البرامج هذه عندنا دعوة الى الله يعني عندنا كتيبات توزيع يعني توزيع البطحة يعني في ناس غير مسلمين منهم يستفيد وغير يستفيد. جميل. منها يعني يعرفون وش اسم كشافة. جميل. طبعا مشاركاتي كانت مستشفى وطبعا زرع الابتسامة في وجوههم. يعني مشاركات دائما مع الرحلات زي ظرمة رحلات خارجية ورحلات داخلية وبرضه في النادي يعني عندنا أيام تدريب خاصة ندرب الشباب الجداد. طيب عبد الله. نوادي صيفية برضو حفلات في حدائق ان نعطيهم مسرحيات اطفال زي كذا. نحن انتهى وقتنا معاكم لحلقه اليوم في برنامج الدله. شرفتونا وانستونا. اي والله. وان شاء الله تكون حلقه جميله وخفيفه على المشاهدين. يعطيك العافيه ابو طارق. الله يعافيك. وانتم ما شاء الله ما قصرت والاخوان صراحه اتحفونا وانسونا حقيقه. يعطيك العافيه سالم. ما قصرت. الله يعطيك العافيه سالم. ما قصر ما شاء الله. وشكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا من جديد على متابعتكم حلقه الليله. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة من برنامج الدلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الدلة وانا سوف اللبي الحالة كلها يسعد وجهه. يا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 الحالة كلها يسعد بجمهوره. بمحتوى طرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة. في محتوى طرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة.